وكمان اكيد في سنكوا ده لو مثلا من 10 سنين انتوا كنتوا صغيرين قوي، يعني من 10 طبعا سنين انت كان عندك كام سنه؟ من 10 سنين كان عندي 14 سنة يعني كنت صغير جدا، ست قريب من الطفل شويه، او من 12 سنه، وكنت أو بتشوف لأ شيكابالا أو بيلعب في ست الاول. سنين أه 6 سنين ما كنتش يعني بالنسبه لك بتشوف شيكابالا ده فريق اول بيلعب أسطورة وستاندنج وراجل نجم. بعيد قوي قوي، فجاه تلاقي نفسك زميل ليه وبيديك تعليمات، فاكيد برضو الحته دي بتبقى يعني رهبه. ولما لعبت معاه ماتش ودي برضو يعني مثلا بلعب كورة لكابتن شيكابالا، حاجة كانت كبيرة يعني في الأول. اصل انا حضرت القصه دي مع كابتن حسام حسن، كابتن ابراهيم حسن. انا مثلا كنت سنه 90 عندي 10 سنين بتفرج على كاس العالم، في كابتن حسام وكابتن ابراهيم وكابتن هاني رمزي. فبعد 10 سنين ولا 11 سنه لقيت نفسي معاك 21 سنه بلعب معاهم في الفريق وبعمل له جوان وبلعب في المنتخب مع كابتن هاني رمزي. فطبعا قصه بتبقى يعني ايه، ليها رهبه كبيره جدا، عشان كده يمكن انا طبعا عشتها، فعارف ان ساعتها بتبقى ايه، محتاجه الاول تستوعب اللي الرهبه ماشيه ازاي، بيحصل. ولازم يتكلم معاك كتير وتسمع له اكيد كتير، فده اكيد حصل يعني. ايوه، وانا اول ما طلعت برضو كده كان الرهبه، مش ما بتكلمش، مش عارف اقول ايه، خايف اتكلم حد يزعل مني، خايف فاسكت لغايه ما اللعيبه، كان في لعيبه محترمه طبعا هي كانت بتيجي تتكلم معايا وتيجي تهزر معايا لوحدها، فبدات ادخل في الاجواء بدري يعني من اول الموسم. حد خضك في الأول بعد كده هزر معاك؟ مين؟ كابتن عمر. عمر جابر. عمل ايه؟ بيضحك معايا، بيضحك معايا اول مره اروح عم تنشل، فانا فيا كده فبعدها مبتسم ومهزر معايا ومكمل عادي. عمر طبعا هيعمل اللعيبه طبعا الكبار طبعا والمميزين، محترم هيعمل موسم جدا. السنه دي استثنائي.